أناب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة لحضور حفل افتتاح البطولة الإقليمية 12 للألعاب الرياضية في مملكة البحرين والتي تنظمها مدارس الشويفات الدولية مجموعة سابس، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من النواب والمدعوين. وكان مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة قد ألقى كلمة في حفل الافتتاح رحب فيها بالمشاركين من الطلاب والطالبات في بلدهم الثاني مملكة البحرين، وأعرب بن هندي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة مدرسة الشويفات في الإعداد والتنظيم للبطولة الإقليمية والعمل على تهيئة كافة الظروف والإمكانيات من أجل إبراز اللقاء الدولي بالصورة المتميزة. من جهته قال السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة إن بطولة الشويفات الدولية من الفعاليات المدرسية المهمة التي تقام في مملكة البحرين والتي تهدف إلى تعزيز دور طلبة المدارس في إثراء الحركة الرياضية، وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤية السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. كما ثمن فيكتور سعد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سابس عاليا رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهذه البطولة الإقليمية التي تقام في مملكة البحرين. هذا وتضمن الحفل العديد من الفقرات من بينها عرض للفرق المشاركة وفقرات لفرقة الموسيقى التابعة إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عروض فنية متميزة من تقديم طلاب وطالبات مدارس سابس والشويفات. يذكر أن البطولة تشارك فيها 25 مدرسة من مجموعة مدارس الشويفات الدولية مجموعة سابس من 13 بلدا في أنحاء العالم.